تطور الإنسان الجزء الثاني، هناخد بعض شهادات العلماء على عدم وجود جدود أو مراحل بسيطة لتطور الإنسان. إن ما ينادوا به من حفريات هما حسب ما بيشرحوا العلماء المتخصصين هو ليس حفريات مراحل بسيطة. الهومو إريكتوس، الهومو هابلس، الهومو نياندرسال، الأسترولوبيثكس أفرانساس أفريكانوس، أرضي غيرهم، دول مش مراحل بسيطة، دول حفريات لأجناس انقرضت. بيفترضوا إيه؟ إن دول فروع في شجرة التطور اللي طلع منها الإنسان، الفروع القريبين من الفرع اللي طلع منه الإنسان. الكارثة إنه لا يوجد أي حفريات مراحل وسيطة تربطهم مع بعض، لا يوجد أي حفريات تربط الفروع دي مع بعض، مفيش. وده اللي شرحته المرة اللي فاتت بالتفصيل لما وريت لكم الشجرة شكلها إيه. عشان أؤكد أكتر اللي أنا قلته لحضراتكم، إن ده مش كلامي، وإنه مفيش مراحل وسيطة بين كل الفروع المختلفة اللي بيحاولوا يربطوها لهذه الأجناس المستقلة من الكائنات المتبعثرة دي، اللي بيحاولوا يدعوا أنها فروع في شجرة تطور الإنسان رغم أنهم من أجناس مميزة. إيه رأيكم لو جبت لكم الكلام ده من أحد أكبر متاحف العالم؟ تصدقوني؟ إيه رأيكم لو روحنا مع بعض إلى المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك؟ أي حد موجود في نيويورك وعايز يتأكد من كلام اللي أنا بقوله يطلع بكرة يروح للمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك. هتشوف لما تطلع الصورة التالية قدامك من أحد الأدوار بتاع المتحف، تملأ حائط عملاق تخلي أي تلميذ غلبان لسه واخدينه من المدرسة رايح المتحف وينبهر بالصورة العملاقة دي وينخدع وينقط ويقتنع تماما بتطور الإنسان. شجرة تطور الإنسان، كل دول أولاد عم، واو، بس ده ابن عمي لزم، وده ابن عمي فؤاني، وده ابن عمي بس بعيد شوية، وده ابن عمي اللي جابه عمي، وده ابن عم وهكذا. كويس؟ تشوف الصورة دي كتلميذ، واو، تطور الإنسان أهو، العلم والعلماء والمتاحف أثبتوه. بس عشان أنا غتت شوية فسامحوني، دايما بحب ابص على الحاجات المكتوبه بخط صغير، ما بعدهاش، اصل دايما زي ما المثل بيقول الشيطان في التفاصيل. قول ايه لما تدقق في اللوحه العملاقه دي اللي قدامك تلاقي حاجات مكتوبه بخط صغنن كده على جنب؟ قوم لما تبص عليها تلاقي اللوحه دي قدامك الصغيره دي تقراها تقول لك ايه؟ Family Tree of Primates، اللي هي منها الإنسان، شجرة عائلة القردة كلها بما فيها الإنسان. يقول عامة علاقات المجموعات الكبيرة في القردة تظهر مقياس الوقت، يعني احنا مرتبها لك بالوقت. شكرا. ودول معنى بيقولك ايه؟ يعني دول أجناس بس مرتبينهم لك بالوقت اللي هم طلعوا فيه. تظهر خصائص بعض الفروع. يقول لك الصورة اللي انت شايفها الحلوة دي واللي حاطين لك شوية جماجم وشوية فكوك وشوية حاجات جميلة كده زي ما انت شايف، علم ما يخرش المية. يقول لك التالي فيه: التركيبات والأجناس المعروضة هي تم اختيارها من كتير، يعني احنا اخترنا شوية حلو في غياب الحفريات الحقيقية. What؟ غياب حفريات حقيقية؟ هو اللي انت حطتهولي ده على الحيطة من صور وجماجم عرضها لي ده في غياب الحفريات الحقيقية؟ ايه رأيكم؟ ويكمل ويقول: في غياب الحفريات الحقيقية لكل من العمر المعروف والأقرباء، يقولها لك لفظا: In the absence of actual fossils،
يعني احنا لا حطيته لك ده، خلي بالك ده خيال مش الحفريات الحقيقية. عشان كده كان بنقول لك بخط صغنن. هي طب اللي انتوا الصور اللي انت حاطينها دي، لان احنا ما عندناش حفريات حقيقية، بس انت حاطط لي صور، ايه هي الصور بتاعت الجماجم دي شكلها ايه؟ هي يقول لك عليها only reasonable guesses، هي في بعض الفروع والتقسيمات هي تخمينات مقبولة فقط. خدتوا بالكم المتحف بيقول لكم ايه لما بيعرض لكم الجماجم وصور مراحل تطور الانسان بما فيها صور الحفريات؟ بيقول لكم عليها دي تخمينات. In absence of actual fossils، الكلام اللي احنا عارضينه هو ايه؟ Only reasonable guesses، بس هي تخمينات مقبولة، تخمينات مبلوعة، عشان تخمينات بتثبت التطور فعديناها. طب ليه عارضين التخمينات؟ اصل احنا عايشين على امل اللي هنكتشفه فيما بعد، اكتشافات جديدة سوف تغير فهمنا. ايه رأيكم؟ متخيلين حضراتكم ان اللي بيتقدم في المتاحف هو تخمينات، وده اللي بيقوله المتحف نصا؟ ادي الكلام على اللوحة اهي، اللوحة لما تبص عليها في المتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي تلاقي الجزء الصغير ده اللي لما كبره لك اهو بيقول لك family tree of primates in the absence of actual fossils، يقول لك كل اللي انت شايفينه are only reasonable guesses، تخمينات. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ هو ده اللي بيتقدم في المتاحف، التخمينات على امل اللي هيلاقوه في المستقبل. اصل عقبال املتكم قعدنا ندور فوق ال 150 سنة ما لقيناش حاجة، فاحنا قلنا نديكم شوية تخمينات لغاية ما نلاقي في المستقبل. انتم متخيلين؟ اللي بيقدموه ما فيهوش حفريات حقيقية تثبته، فلا يوجد حفريات لمراحل وسيطة بين الفروع المزعومة ولا الجدود المشتركة، فيقدموا لكم تخمينات، بس تخمينات مقبولة، تخمينات يتمنوا إنها في المستقبل يلاقوها، أو قد يلاقوا حاجة تانية مختلفة فيغيروا كلامهم عادي، ما هم بيغيروا كلامهم كل سنة. آدي مستوى علم التطور، تخمينات، خيالات، خيال علمي، بس عشان طبعا خيال علمي بيسموه تخمينات مقبولة. طيب ما بسكتش، أنا أصلي بحب دايما أركز شوية. لما تبصوا على الألوان اللي موجودة في المتحف ودلالاتها إيه؟ ليه الألوان مختلفة؟ تلاقيهم أيضا بخط صغير على الجنب كده كاتبين لك تعليق تاني، إيه الكالر كود ده اللي هم حاطينه؟ تلاقي الجملة الآتية، الألوان دي تعني إيه؟ فهي highly probable actual fossil، فعندنا حفريات حقيقية للإنسان وحفريات حقيقية للشمبانزي. حلو حلو. طيب جد الشمبانزي اللي طلع منه وجد الإنسان وجد الغوريلا وهكذا هو high probability، احتمالية عالية، بس ما فيش حفرية واحدة معروفة، no fossils known. يا لهوي، آسف في التعبير، ما فيش حفرية واحدة. طيب المراحل الوسيطة اللي قبلها والجد بقى اللي طلع منه النهاية بقى بتاعت البداية بتاعت الفرع، reasonable guesses only، تخمينات مقبولة بس. What؟ يعني الكائن نفسه، الجنس نفسه ليه حفريات، المراحل الوسيطة بتاعته ما فيش حفريات معروفة بس احنا متوقعينها، الجد بتاعه تخمينات، تخمينات مقبولة. ايه رأيكم؟ اللي مش متأكد من كلامي يروح بكرة متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي بكرة، هيلاقي الكلام ده موجود. شجرة عملاقة في متحف شهير زي ده ويقول لك في الآخر كل الهلومة اللي احنا عاملينها لك، احنا اكشوال ما عندناش حفريات للكلام ده، بل كلها تخمينات مقبولة. فده اللي بيقر بيه المختصين،
لكن للأسف ما يعرفوش العوام. العوام يقول لك إيه؟ روح المتاحف، اتفرج على المراحل الوسيطة للإنسان. طب هنا رحنا المتاحف واتفرجنا على المراحل الوسيطة للإنسان ولقينا إن المتحف بيقول لك ده تخمينات. إيه رأي حضراتكم؟ عندنا حفريات وجماجم لأجناس مميزة واضحة، لكن ما فيش بينها أي مراحل وسيطة ولا جدود تربطها ولا كائنات غير مميزة في طريقها للتمايز، فربطوهم بتخمينات، والعوام للأسف بيفكروا إن هو تم اكتشافهم خلاص ويصدقوا إن التطور حقيقة وما يعرفوش إن الكلام ده لا حقيقة ولا غيره. طب أتساءل بجد، إن كان الجد تخمين والكائنات الوسيطة تخمين، طب ليه ألوانهم مختلفة إن كان الاتنين تخمين؟ ما أنت لا عندك حفريات للجد ولا عندك حفريات للمراحل الوسيطة. ليه قلت على المراحل الوسيطة highly probable رغم إن مفيش حفريات، والجد تخمين مقبول رغم إن مفيش حفريات، إن كان الاتنين مفهومش حفريات؟ ليه بعضها محتمل جدا وبعضها يعني محتمل نص ونص رغم الاثنين ما لهمش اي دليل احفوري واحد؟ فمش بس احنا عرفنا انه حتى الان 99.9% من رحله تطور الانسان هو معروف ان ملوش وجود، مفيش جد اسمه ثدي، مفيش جد اسمه ماشيني، مفيش جد اسمه فقاري، مفيش جد اسمه مامالي اصلا، وملوش اي حفريه واحده، والواحد في المية اللي بيتقدم مختلف عليه تماما، بل دلوقتي عرفنا انه حتى 1% ده اصلا ربطوا الاجناس المميزه اللي فيه بتخمينات لكن مفيش حفريات ليها. لما ندرس مع بعض الاجزاء التاليه اللي هناخد فيها احتمال اكتر من سنه ولا سنتين، ولما نتكلم على الارديبيسيكاس والاسترالوبيسيكاس والكلام ده كله، دول اجناس مميزه. فتيتا لوسي اصلا دي هي في قرارات العلماء جنس مميز من قرد اندثر، ولكن هم بيحاولوا يربطوه مع الانسان بتخمينات. اعتقد بده انتهى تماما ادعاء تطور الانسان في وجهة نظر حضراتكم من جد مشترك مع قرد، لانه الجد خيالي. يعني لما واحد يقول لك لا احنا والقرده من جد مشترك، قول له ايه هو القرد ده؟ ممكن تديني حفريته؟ ولو جاب لك حفريه استرالوبيثيكس زي لوسي، قول له يا عزيزي لوسي ده جنس معروف، ايه اللي يربطنا معاه؟ فين الحفريات اللي تربطنا معاه والجد المشترك اللي تميز للاسترالوبيسكس وفيما بعد تميز للانسان؟ فالجد خيالي والمراحل الوسيطه تخمينيه، والانسان وبقيه الاجناس مميزه، ومفيش اي كائنات ولا حفريات غير مميزه في سبيلها للتمايز لهذه الاجناس. نفس الأمر اللي قدمه المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي هتلاقيه في أغلب متاحف العالم، اللي يكون عنده ولو قدر من الأمانة ويكتب التعليق ده على جنب، لكن الناس ما بتاخدش بالها من المكتوب بخط صغير، يبصوا على اللوحة العملاقة اللي تخض كده ويقولوا آدي العلم ولا بلاش، لكن ما يبصوش على الحاجات اللي مكتوبة بخط صغير، ينخدعوا بالصورة الكبيرة. طيب نفس الأمر اللي قاله المتحف الأمريكي وغيره من المتاحف قالوه أكبر علماء حفريات الأنثروبيولوجي أو حفريات الإنسان أو الإنسانيات في العالم كله، إيه رأيكم؟ أديكم أمثلة، أبدأ بواحد من أشهر الناس في هذا المجال، ريتشارد لوانتن الشهير اللي من جامعة هارفارد، اللي بيعتبر أب لكتير من العلماء هذه الأيام، واللي اتكلمت عنه في التطور الكبير الجزء الثامن والثمانين أو الجزء الثالث من قرارات العلماء بعدم وجود مراحل وسيطة. ده بروفيسور وعالم الأحياء التطورية، وحتى اليوم هو ومراته لسه عايشين وملحدين، وأستاذ في الأحياء التطورية والجينات وأبو علم قواعد الحسابيات لمجتمعات الجينات والتطور، ومؤسس قواعد التطور الجزيئي اللي هو Molecular Evolution، وأستاذ لكثير من علماء التطور المعاصرين. معايا؟ وده حائز على جوائز كتيرة جدا، بعض منها من National Science Foundation، وده عضو ممبر عنده الممبر شيب في National Academy of Science عشان محدش يعني يقلل من مقداره. كويس؟ لما بيتكلم على حفريات الإنسان
وبيقر بوضوح عدم وجود أي حفريات لمراحل وسيطة لتطور الإنسان، بيقول لكم التالي، يبدأ الكلام بتاعه بلا نعلم، شكرا، لا نعلم أي شيء عن جدود جنس الإنسان. ها، لسه هيجي لكم حد يقول لكم عندنا مراحل وسيطة لتطور الإنسان، والراجل بيقول لكم احنا ما نعرفش حاجة أصلا. كل الحفريات، طب الحفريات اللي بيقدموها بالمئات وداخل على الآلاف، يقول لك كل الحفريات التي تم التنقيب عنها وتم ادعاء، وات، كل اللي بيتقدم ده ادعاءات، وتم ادعاء انها جدود، لا يوجد عندنا اي فكرة ولو اقل شيء هل هم جدود ام لا. امال ايه اللي بيقوله لنا ده؟ لا، ده مش صح، لان كل ما وجدته ادعاءات، فوجدت حفرية هنا ووجدت حفرية هناك وحفرية اخرى هناك، طب مالهم؟ ومتروك لك ان ترسم بينهم خطوط، خطوط التطور اللي انت تتخيلها. طب ليه متروك لينا؟ لانه لا يوجد خطوط، يعني اللي بيترسم في المتاحف ده كل واحد يألف براحته، لانه الحقيقة العلمية مفيش اي خطوط تربطه، لا في جدود مشتركة ولا مراحل وسيطة ولا كائنات غير مميزة هتتميز لهم ولا غيرهم. ايه رأي كلام، ايه رأيكم في نص كلام هذا العالم اللي ليه وزنه التقيل في المجال العلمي ده؟ يقول لك we don't know anything about ancestors of human species. ايه رأيكم؟ ادي نص كلامه اللي عايز يتأكد، وادي المرجع اللي عايز يتأكد منه. بيقول الحفريات ما نعرفش عنهم اي شيء ولو اقل فكرة، وما يقدم من ادعاء خطوط تطور كمراحل وسيطة هو ادعاءات شخصية، ده مش علم، ده تخمين، ده اللي بيتمنوه عشان يثبتوا عقيدتهم، ده مش اللي لقوه. مفيش خطوط تطور ولا تدرج ولا غيره في الحفريات. نص اللقاء الصحفي مشهور او منتشر وتقدروا توصلوا له، وادي الريفرنس قدام حضراتكم، ولو تفتكروا حد شكك في الريفرنس ده قبل كده فجبت صورته بالكامل في الحلقة مع أستاذ وحيد زمان. لكن المهم، متخيلين عالم شهير زي ده وهو أستاذ لكثيرين، إن لم يكن أغلب علماء حفريات والجينات والمولكيولر بيولوجي، يقر بأنه عندنا حفريات لكائنات مميزة منها الإنسان، لكن ما فيش حاجة تربطها ببعض، بل كل اللي بيتقال لكم عن مراحل وسيطة ده تخمينات، لأنه ما فيش حاجة تربطهم في الحقيقة، لأنه ما فيش مراحل وسيطة حقيقية. إيه رأيكم؟ الكارثة الراجل ده ما قالش الكلام ده مرة واحدة في هذا اللقاء الصحفي، بل قاله عدة مرات مؤكد نفس المعلومة، فيقول لنا مرة تانية: أنا شخصيا أقول في كتابي عن تنوع البشر أننا لا نعرف أي شيء عن جدود جنس الإنسان. أوبس، كل الحفريات اللي تم التنقيب عنها وتم ادعاء انهم جدود، لا يوجد عندنا اي فكرة ولو اقل شيء هل هم جدود ام لا، بالرغم من الادعاءات الآملة، يعني اللي بيتقدم لكم ده مش اللي لقوه، ده اللي بيتمنوه، اللي بيأملوه عشان يثبتوا التطور، لكن مش ده اللي لقوه، التي قدمها بعض علماء الحفريات، لا يوجد حفريات للجنس البشري يمكن إثبات أنها جدودنا. إيه رأيكم؟ آدي نص كلام الراجل، وآدي المرجع للي حب يرجع الكلام ده. بيقر بوضوح اللي بيدعوه لحضراتكم لجدود الإنسان ده مش جدود، ولا يمكن إثباته علميا، ورغم كل الأبحاث بعد 150 سنة من أبحاث في الحفريات ما لقوش حفرية واحدة لمراحل وسيطة يقدروا يقولوا عليها حفرية لمراحل وسيطة لتطور الإنسان أو رحلة تطور الإنسان. بل كل اللي بيتقال ده الحاجات اللي بيتمنوا إن هم كانوا لقيوها، مش الحاجات اللي لقيوها. فهمتوا الفكرة؟ اللي بيتقال لكم عن تطور الإنسان، هل فعلا يلاقوا حفرية لجنس مندثر يشبه الشمبانزي؟ آه، في حاجات تشبه الشمبانزي وحاجات مختلفة، لكن لما يقولوا لكم ده مرحلة وسيطة، ده مش مرحلة وسيطة، ده جنس مندثر، لكن بعض تخمينات العلماء يحاولوا يدعوا لكم ان ده مرحلة وسيطة، رغم ان ما فيهوش اي
شيء يوضح ان هو في رحله تطور الانسان. ده جنس مستقل مندثر، ما فيش اي رابط بينه وبين الاخرين. بل يقول لنا بوضوح في كتابه دعوه التفكير العلمي في الجزء الرابع منه An Invitation to Cognitive Science Volume 4، وفي فصل الاسئله بعنوان اسئله لن نجيب عليها ابدا، يعني اسئله مش عمرنا ما هنعرف نجاوب عليها. ايه الاسئله اللي we will never answer؟ ايه هي؟ يقول فقط فكر في كم الفجوات في سجل الحفريات. يعني عندنا جنس مميز زي الانسان، جنس مميز زي الشمبانزي، جنس مميز زي الغوريلا، ما بينهم ده اسمه فجوه، مفيش جدود ليهم مشتركه ولا مراحل وسيطه لتطورهم او كائنات غير مميزه هتتميز للشمبانزي وللغوريلا ويجمع صفات الاثنين. فكل الذي نستطيع ان نفعله نقول قصص. عارف كتاب ألف ليلة وليلة؟ هو نفسه هتلاقيه في كتب التطور، لأن في فجوات. نقول قصص عن كيف التطور قد يكون حصل. اللي بيقوله لكم في المراجع ده مش اللي لقوه، اللي بيقوله لكم في المراجع ده اللي بيتخيلوه واللي كانوا بيتمنوا أنهم من كانوا يلاقوه. كويس؟ آدي نص كلامه قدام حضراتكم. أي واحد ينزل لسجل الحفريات الإنسان ويشوف الفجوات اللي موجودة فيه بيعرف إن مفيش مراحل وسيطة على الإطلاق. ما يقال لنا من تطور كائنات قصص وخيال مش علم. للأسف الخيال ده هو اللي بيدرس لولادكم في الجامعات على إنه حقائق علمية تم إثباتها. إيه رأيكم؟ ما رأيكم في القرارات دي كلها ان مفيش حفريات لمراحل وسيطة للإنسان ولا يعني، وكمان ده لا يمكن إثباته أصلا، وما يقال عن حدوث تطور قصص وخيال مش أدلة علمية. هو كل عندهم حفريات لأجناس مستقلة مميزة مفيش أي خطوط تربطها. مش بس كلام الراجل ده، كلام علماء كتير جدا. فاكرين كل اللي اتكلمناه على المراحل الوسيطة العد اللي ليس لها أي وجود في كل الأجناس اللي درسناه في التطور الكبير الجزء الثامن السادس والثمانين أو الأول من قرارات العلماء، والجزء الثاني من قراراتهم، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، واللي قدمت فيه قرارات أكتر من 500 عالم متخصصين. كم ضخم من العلماء المتخصصين في الحفريات اللي شهدوا لحضراتكم بوضوح، علماء من أكبر جامعات العالم ومسؤولين على أكبر متاحف في العالم، إن مفيش حاجة اسمها حفريات مراحل وسيطة على الإطلاق بما فيها الإنسان. لا يوجد أي تدرج في الحفريات، بل يوجد ثبات أجناس بوضوح. قدمت أشهر علماء ما بين رؤساء متاحف زي كولين باترسون ومسؤولين عن أقسام الحفريات في أكبر متاحف طبيعية للحفريات في العالم، أساتذة بروفيسورات في أكبر جامعات بتدرس التطور، ودرسوا الكتير جدا من حفريات وتصلهم أي اكتشافات، وبيشرفوا على أغلب الحفريات في العالم والأبحاث بتاعتهم وبيتعاملوا معاها يوميا. لما كل الكم الضخم ده يقولوا لكم ما عندناش حفرية واحدة المراحل وسيطة واحدة عمرها ما وجدت، مش بس للإنسان بل لبقية الأجناس كلها. ولما يتسألوا طب زمايلكم اللي بيكتبوا بعض الكتب يقولوا أو زمايلكم اللي موجود في المراجع ده وهم وخيال وليس حقيقة. الناس دول كلامهم مصدق لا يمكن التشكيك فيه، فهم من أكبر وأشهر علماء الحفريات وملحدين أغلبهم، ويقروا بعدم وجود حفريات مراحل وسيطة وعدم وجود أي شيء اسمه تطور تدريجي في الحفريات وفي طبقات الجيولوجيا، وأن اللي بيتقدم لكم في المراجع ده خيال ورسومات خيالية وليس علم حقيقي على عكس الناس اللي بتتخيله. كل ده يؤكد بعدم وجود أي مراحل وسيطة لتطور، مش الأجناس الباقية كلها بل كمان الإنسان على الإطلاق، وكل ما وجد هم أجناس مميزة. بل أقروا بهذا بعد تأكدهم من عدم وجود أي حفريات لمراحل وسيطة، وإنهم بعد اكتشاف ودراسة أكتر من بليون حفرية بما فيهم حفريات بتاعة إنسان وحفريات قردة الأجناس اللي موجودة حاليا، وملقوش واحدة لمراحل وسيطة، بل اتأكدوا إنه لا أمل من اكتشافهم.
ليه لا أمل من اكتشافهم؟ لأن الحفريات دي لو ليها وجود كانوا تلاقوها. ليه؟ هأشرح لحضراتكم ليه، للي هيقولوا لكم لسه هنلاقيها في المستقبل ويخدعكم بالكذبة دي. لا، لأن لو لكل جنس، هنفترض مع أقل تقدير محتاج بس 9 مراحل وسيطة، مع أقل تقدير لو التطور صحيح لكنا لقينا من البليون حفرية المكتشفة للأجناس المميزة للمدروسين دول كنا نلاقي 100 مليون حفرية أو أقل بكتير هم بتاعت الأجناس الحالية وتطابقهم أو الأجناس المميزة اللي اندثرت، ونلاقي 900 مليون منهم يعني 90% منهم أو أكتر كنا نلاقي حفريات المراحل الوسيطة اللي تظهر التدرج لكل مرحلة منهم، ولا يصلح أن يكون أقل من النسبة دي. ده لو افترضت بس كل جنس محتاج 9 مراحل وسيطة بس، رغم أن كل جنس حالي هو حسب ادعائهم نتيجة مراحل وسيطة كتيرة جدا أضعاف اللي أنا بقوله. طبعا من 900 مليون حفرية ما لقيناش منهم واحدة، مفيش. كل الحفريات اللي لقيناها تطابق الكائنات الحالية أو الأجناس المميزة اللي كانت موجودة واندثرت. أقدم أمثلة على سبيل المثال للحصر لاعترافات كتير جدا من العلماء. على سبيل المثال أكثر من 35 عالم في الجزء ده من مئات، ده بالإضافة للي أنا قدمته قبل كده. علماء متخصصين في حفريات منها الإنسان بيقولوا لكم مفيش حفرية واحدة لمراحل تطور الإنسان. على سبيل المثال هنري إيرنست، ده البريطاني الشهير، عالم حفريات الإنسان الشهير جدا، بل هو من أكبر المشرفين على الموضوعات العلمية في مجلة إيه؟ مجلة نيتشر، وهو تطوري ملحد، بروفيسور في جامعة كامبريدج والحاصل على جوائز كتيرة قوي، يقول لكم التالي، رغم أن هو متحفظ جدا في كلامه، لكن يقول التالي: الدليل الأحفوري لتاريخ تطور الإنسان هو متصل؟ لا. عليه أدلة؟ لا. متقطع ومفتوح للآراء المختلفة. عندنا جنس اسمه الإنسان، جنس اسمه شمبانزي، جنس اسمه غوريلا، جنس اسمه أورانجوتان، وبس، متقطعين. عشان كده المجال مفتوح للكل عايز يقول رأيه يقوله براحته. الدليل الأحفوري لتطور الشمبانزي غائب بالكلية. عارفين الشمبانزي ده؟ ما فيش حفرية واحدة لتطوره على ابن عم الإنسان، لازم كده كانوا مع بعض زمان على نفس الشجرة، ولكن ملهوش حفرية تطور واحدة ولا جد. الراجل بيقول لكم هذا الكلام نصاً، بل بالعكس هوصل لكم كمان فيما بعد. عارفين مكتشف حفرية لوسي؟ قال نفس الكلام. ادي نص الكلام، ايه رأيكم؟ والكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر فوليوم 412. الراجل بيقول لكم عندنا اجناس زي انسان وشمبانزي وغوريلا وغيره وبس، حفريات وسيطة مفيش. طب بنربطهم ازاي؟ كل واحد يقول رأيه، وما عندناش حفرية واحدة لتاريخ اللي جابوهم، لا جدود ولا مراحل وسيطة. ايه رأيكم؟ لسه هتصدقوا بعد كده ادعاء حفريات تطور الانسان؟ العالم ده بيقول لكم عندنا قطع حفريات منفصلين لاجناس مميزة، مفيش بينهم رابط، مفيش بينهم رابط. بل يكشف كارثة أخرى هرجع لكم زي ما بقول لكم فيما بعد، إن القردة زي الشمبانزي المميز والغوريلا المميزة وهكذا مفيش حفرية واحدة لمراحل تطورهم على الإطلاق، واحدة واحدة، ولا حتى حتة عظمة ولا سنة ولا الكلام ده كله. ودي كارثة عملاقة، ليه كل أجناس القرود ملهاش أي حفريات لتطورها؟ رغم إن الأجناس نفسها زي الشمبانزي دي حفريات كتيرة، الغوريلا ليها حفريات كتيرة. طيب مراحل وسيطة لتطور الغوريلا ما كانش ينعز، المراحل الوسيطة الكتيرة لتطور الشمبانزي ما فيش للأسف، كان على عيني. طب تقولي على الطبيعة الرخمة اللي ما ادت لناش حفرية واحدة ليهم؟ لا يوجد لهم حفرية لمرحلة وسيطة واحدة
ألا يدل ده إن هم نجوم بالتصميم وليس بالتطور؟ يقول لنا أيضا دكتور ليال واتسون، وده عالم حفريات وإنسانيات شهير جدا، ويقول التالي: القردة الحديثة بما فيهم طبعا حضرتك وحضرتي، أنا آسف يعني القرود، إحنا الإيبس اللي إحنا منهم المفروض، بما فيهم الإنسان على سبيل المثال ظهروا بالتطور؟ لا. تدريجيا بمراحل وسيطة؟ لا. لكم القردة الحديثة ظهروا فجأة، أوبس، طلعوا بدون أي أصل، بلا جدود بلا مراحل تطور، بقى ما تتعبوش نفسكم، دول زرع شيطاني كده طلع مرة. إيه رأيكم؟ يكمل ويقول مش بس ظهروا فجأة يعني لا جدود ولا مراحل وسيطة، الراجل يكمل ويقول: لا يوجد لهم أمس، ما لهمش ماضي، ده طلعوا في الحاضر وبس، ما فيش حاجة اسمها ماضي ليهم، يعني ما فيش أي تاريخ تطوري، لا يوجد سجل حفريات. الراجل ده واضح إن هو في لحظة يأس قال الكلام ده، لحظة صدق مع النفس قال الكلام ده. وأيضا المصدر الحقيقي لتطور الإنسان الحديث الواقف صانع الأدوات بمخ كبير، لو بس ركزوا في الكلمة اللي بيقولها، لو نكون أمناء مع أنفسنا، هو نفس مسألة الغموض. إيه رأيكم؟ يعني عارفين إن إحنا بنقول لكم حفريات ومراحل وسيطة والكلام ده كله، لكن لو هنبقى صادقين وأمناء ما عندناش الكلام ده. لسه مصدقين الإنسان يوجد أدلة إن هو جه بالتطور؟ آدي نص كلامه قدام حضراتكم. الكلام ده اتنشر في ساينس دايجست. إيه رأيكم؟ العالم ده بيقول لكم الحقيقة، بس بيقولها لكم، بصوا أنا بقولها لكم من الآخر في لحظة صدق عشان أريح ضميري. أي عالم أمين مع نفسه مش بيكذب، مش عايز شهرة، مش بيقول لكم شوية خيالات ولا أغراض مختلفة من اللي عنده، لكن بيقول لكم الصدق، هيقول لكم إن الإنسان وكل الإرادة مفيش حاجة اسمها لا تطور ولا حفريات مراحل وسيطة ولا غيره، كما لو يكون طلعوا فجأة. أقولها بتعبير آخر، كما لو يكون يا أخي اتخلقوا كده، ولا مراحل وسيطة ولا جدود ولا غيره، ظهروا فجأة في يوم اسمه اليوم السادس. إيه رأيكم؟ مش الظهور الفجأة ده بدون تطور بدون ماضي أقدر أنا أقول عليه الخلق والتصميم، لأنه مش هيقدروا ينطقوها. عالم هام جدا في مجال حفريات تطور الإنسان، وهتسمعه كتير قوي، اسمه اسم العيلة بتاعته أثناء ما احنا بنتكلم على الحفريات دي، وهو الشهير جدا ريتشارد ليكي، ابن العالم الشهير قوي لويس ليكي وميري ليكي، اللي بيعتبروا من أشهر العائلات في علماء حفريات الإنسان. العيلة دي، عيلة ليكي دي، اللي اخترعت مرحلة هومو اريكتس بالكامل، عشان تعرفوا مين ده ريتشارد ليكي. عيلته هي صاحبة اختراع مرحلة اسمها هومو اريكتس، متخيلين؟ ده يبدأ كلامه بالتعبير عن الظهور المفاجئ بالتالي. طبعا ده لو هيتكلم يعني هيطلع لنا كل الحفريات المخفية على المراحل الوسيطة، ده اللي عيلته بالكامل قضت حياتها في التنقيب عن الحفريات وطلعت مرحلة هومو اريكتس اللي اخترعتها. يقول لنا التالي: علماء الأحياء يودوا، يعني يتمنوا بطريقة متلهفة، يعني هيحفوا عشان يلاقوها، أن يعرفوا، ها يعرفوا إيه؟ كيف القردة الحديثة والإنسان الحديث ومختلف أسلاف الهامينيدز، اللي هو كل اللي بنقول عليهم قردة مميزين زي إنسان وغوريلا وشمبانزي وأورانجوتان والكلام ده، عايزين يعرفوا إيه؟ إزاي تطوروا من جد مشترك. الله، هو أنتوا لغاية دلوقتي مش عارفين؟ لا مش عارفين. طب ليه مش عارفين؟ يكمل ويقول: ولكن للأسف، أنا آسف في التعبير الدارج، يعني برضو بيقول لكم كان على عيني، اخص عليها الطبيعة الرخمة اللي ما ادتلناش دليل. يقول: ولكن للأسف سجل الحفريات الرخم إلى حد ما غير مكتمل. طيب خلاص سيبك يا عم من الغير مكتمل، ادينا الحتة المكتملة، عايز من كفاية.
يقول لكم الحته المكتمله. طب ليه الاحراج ده؟ فيما يخص الهومينيدز اللي هو كل الاجناس القرده اللي انتم عارفينها دي كله، اعيط ولا اقول ايه، بس كله ممحو تماما لكل القرده. ايه رايكم؟ ممحو تماما، ممسوح باستيكا. هو مش ممسوح باستيكا، هو اصلا عمره ما حصل. متخيلين؟ يكمل ويقول افضل شيء نستطيع ان نأمله ان حفريات اكثر سوف تكتشف في بضعة سنين قادمة هتملأ الفراغات الحالية في الأدلة للسجل للممحو تماما ده. ايه رأيكم؟ يسكت على كده؟ لا للأسف. يكملوا يقول لكم ديفيد بيلبيام، وده خبير مشهور جدا في برضه حفريات الإنسان، هو لسه بيكمل، ده كلام ريتشارد ليكي، بيقول ديفيد بيلبيام بيعلق على مضض يعني غصبا عنه بس كان لازم يقولها، ويقول التالي، ركزوا في المقولة اللي بيشهد بيها ريتشارد ليكي على ديفيد بيلبيام يتفق معاه في الكلام. يقول لو أحضرت عالم ذكي، لو جبت أي بني آدم عنده آي كيو محترم من أي تخصص آخر عشان ما يكونش اتغسل مخ ولازم يقول الكلام بتاعهم المحفوظ، لأن لو قال عكسه هيترفض، لو جبته من أي مجال آخر وعرضت له الأدلة الهزلية، إيه هو الأدلة الهزلية؟ يجيب لك سنة ويقول لك دي مرحلة وسيطة، يجيب لك جزء صغنن من جمجمة يقول لك دي مرحلة وسيطة، وهكذا. فريتشارد ليكي وديفيد بيلبيام بيقولوا عليها أدلة هزلية مسخرة، بس بنعرف نضحك بيها على الناس، بس هي اكشوال أدلة مسخرة. الراجل بيستخدم التعبير ده مش أنا، أدلة هزلية التي عندنا بالتأكيد. لو جبت أي واحد ذكي هيفكر بالتأكيد سيقول لك انسى الأمر برمته. يا عم سيبك من الكلام ده، فليس هناك ما يكفي لتستمر في التقدم. هتفضل تضيع بقية حياتك بحثا عن حفريات تطور الإنسان والقردة وانت عارف ان ما عندكش. ما انت ضيعت 150 ولا 170 سنة لغاية دلوقتي بتدور ما لقيتش حاجة، خلاص انسى الموضوع. ايه رأيكم؟ ده كلام هولي بايبل ولا كلام مجلة مدارس الأحد؟ لا ده كلام ريتشارد ليكي نفسه. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ عشان بس تتأكدوا من تعبير ممحو، الراجل قال and it's all but blanked for the apes، كله ممحو ممسوح. سجل تطور الإنسان والقردة والكلام الكتير اللي بتسمعوه وبتشوفوه في المتاحف وبتقروه في المراجع والمجلات ده ممحو. ايه رأيكم؟ ادي نص كلامه للي عايز يراجع ويتأكد، وادي المرجع قدام حضرتك. متخيلين اللي بيقول لكم الكلام ده؟ ريتشارد ليكي، العالم الشهير جدا في مجال حفريات الإنسان، ومن صغره مع والده لويس ليكي وميري ليكي في هذا المجال ده. آسف في التعبير ده، لو هتوصف واحد رابع دراسة حفريات هيكون هذا العالم اللي اخترعوا مرحلة هومو إريكتس نفسها بيقول لكم الكلام ده. متخيلين انه بيعترف ان بقية العلماء عارفين اللي بيتقدم من أدلة كأدعاء على مراحل تطور الإنسان أدلة هزلية مسخرة ما تصلحش، بل المفروض إن هم يكونوا واجهوا نفسهم من زمان واعترف إن هم المفروض ما يكملوش الأبحاث بعد أكتر 150 سنة ما لقوش حاجة. إيه رأيكم؟ يقول لكم أي عالم ذكي هيبص على الأدلة دي بحيادية هيقول لكم سيبكم من الكلام الفاضي ده، خلاص ما فيش أمل لإثبات تطور الإنسان والقردة. ويقول لكم كل تاريخ أجناس القردة الحالية والمندثر والإنسان ممحو تماما، مفيش حاجة اسمها سجل التطور على الإطلاق. بأمانة ما يشهدش الكلام ده كله أن الأجناس دي جت بالخلق والتصميم بعد كل الكلام اللي قالوه؟ بعد كل الكلام ده اللي جبته لحضراتكم وابتديت بالمتاحف بعد كده بالبروفيسورات دولة، لسه حد بيؤمن بعد كل ده بتطور الإنسان والقردة إن هما نجوم بالجد من جد مشترك بعد كل ده؟ واللي هيقول من جد مشترك قول له ممكن تجيب لي حفريات الجد المشترك ده لو سمحت.
واحد تاني على سبيل المثال أيضا، ويليام فيكس، يقول لكم التالي: سجل الحفريات المتعلق بالإنسان لا يزال لا يعرف منه إلا القليل جدا. ماشي يا عم، هات لنا القليل جدا، سوت مش مشكلة، سيبك من الكتير قوي اللي انتوا مش عارفينه وخليك في القليل جدا اللي انتوا عارفينه. طب ايه هو القليل؟ ما فيش. الله، حتى ان الذين يصرون على تصريحات ايجابيه اللي يطلعوا يقولوا لكم مراحل تطور الانسان، هم بيعملوا لكم ايه؟ بيضحكوا عليكم، انا اسف ازاي؟ ده اللي بيقولوا. لا يستطيعوا ان يفعلوا شيء سوى القفز، قفز من احد الاجناس الى اخر، ينط لكم من الاسترولوبيسيكس اللي هو لوسي الجنس المميز اللي اندثر المعروف الى مرحله تانية هومو اريكتس، ينط لها نقطه سوى القفز من احد الاجناس الى اخر، وبعد ما ينطوا ده ياملوا ان الاكتشاف الدرامي التالي فيما بعد، عقبال املتكم كده لما ربنا يديكم طول العمر والصحه كمان 150 سنه تانيين، لما يلاقوا اكتشاف تاني لا يجعلهم حمقى صامتين. يعني هم بيقولوا الكلام ده ويفضلوا ما بيش عارفين يناموا بالليل خايفين من الكشف الجاي هيطلعهم ان هم ما كانوش فاهمين حاجه، فيفضلوا بس يتمنوا ان هم يفضلوا عايشين والاكتشاف ده ما يحصلش لغايه ما يموتوا، واللي اكتشف بعد موتهم مش مهم. يكمل ويقول: بكل وضوح البعض يرفض أن يتعلم من هذا. للأسف ما بيتعلموش، يفضلوا يعملوا نفس المصيبة وما بيتعلموش. كام عالم ادعى أنه هو لقي مرحلة بسيطة لتطور الإنسان وطلع حسب وصف العالم ده مش كلامي أحمق، ولما طلع أحمق بقي بعدها أخرس ما ينطقش مرة تانية، وللأسف ما بيتعلموش من الدروس دي. كما رأينا هناك العديد من العلماء والمشهورين هذه الأيام الذين لديهم الجرأة ليقولوا لنا أن هذا بدون شك كيف نشأ الإنسان. كلامهم حلو قوي، يا سلام، كلام يعني زي الذهب، كلام علم علم. بس يكمل ويقول: آخ، الكلام اللي بيقولوه ده بس لو كان لديهم دليل على كلامهم. متخيلين؟ عارفين العالم لما يطلع يقول لك لقينا المرحلة الوسيطة لتطور الإنسان المرحلة الفلانية، وعرفنا إزاي الإنسان تطور وتحول من المرحلة الفلانية للفلانية، آخ، بس هو لو كان عنده دليل علمي على الكلام اللي بيقول ده اللي بيقوله لكم. إيه رأيكم؟ If only they had the evidence على الكلام. هذه نص كلامه قدامكم. هو بيقول العلماء اللي كل منهم أو ما يكتشف حاجة عايز ياخد شهرة وشوية تدعيم مادي زيادة، يطلع ويقول لقيت مرحلة بسيطة ويبتدي يصيح ويحاول يخرج بفرضية إن اللي لقيه ده مرحلة بسيطة، رغم إن هو كل اللي لقيه عظمة صغيرة من جنس مميز مستقل ملوش أي علاقة. لكن على حظه السيء كالعادة يحصل اكتشاف آخر بعدها بشوية يطلع ان هو ازاي كان احمق، وبعدها يضطر يخرس تماما وما ينطقش مرة تانية بعد الفضيحة اللي حصلت له. وللأسف يجي بعده علماء تانيين ما يتعلموش من اللي حصل معاه ويعملوا نفس الفيلم ونفس الكارثة. وعلى فكرة اللي هنقضي فيه سنتين في مراحل الحفريات اللي بيدعوها لتطور الإنسان هي كلها قصص متكررة من الراجل اللي بيقوله لكم الكلام ده. وكل اللي بيتكلموا عن أدلة تطور الإنسان، ولا واحد فيهم عنده دليل واحد. التالي وواحد مشهور وهو دبليو هولز من جامعة هارفارد يقول لكم التالي، بيأكد لكم إنه حفريات مراحل البسيطة بتاعت تطور الإنسان ده عبارة عن بس في الآخر هي أساطير وخيال مبني على ادعاءات على أجزاء صغيرة. فيقول لكم التالي، تعليقه فني شوية: أسطورة كبيرة، إيه يا عم خير الأسطورة الكبيرة؟ وكبرت، عارفين فاكرين التعبير اللي أنا بقوله لكم بالونة التطور؟ أكشولي الراجل بيقول نفس التعبير، أسطورة كبيرة، ده من جامعة هارفارد، وكبرت قوي وأصبحت انفكشوس عدوى، تعدي من عالم للتاني للتالت، لأن كل العلماء يكرروا نفس الكلام ومحدش بيفكر.
في كل من علماء الحفريات وعلماء الإنسيانيات. إيه هي الأسطورة دي والعدوى اللي اتعدى بيها كلهم؟ إيه هي دي؟ يقول لكم إيه هي دي؟ هو إن واحد من الأشخاص يستطيع أن يأخذ سن، يلاقي سنة درس أو قطعة صغيرة من عظمة مكسورة ويتأملها، يفضل يبص كده فيها يمين وشمال يمين وشمال، ويمرر يده على جبينه ويفضل يحك في جبينه شويتين ثلاثة ولا يهرش في شعره مرة أو مرتين، وده التعبير اللي هو بيقوله. ثم يأخذ ورقة ويرسم صورة لكائن كامل يبدو أنه مرحلة انتقال تضاريس، مرحلة بسيطة يرسمه لكم كده كما لو كان مرحلة بسيطة ما بين إنسان وقرد من سنة. ايه ده؟ سبحان عظم عليك يا راجل، من سنة عرفت شكل الكائن بالكامل ان هو نص انسان نص قرد. ايه ده؟ عملتها ازاي؟ عشان بس هرش في جبينه مرتين طلعت معاه اللمبة نورت، فخد ورقة رسم عليها مرحلة بسيطة. مش معظم اغلب الحفريات اللي هنتكلم عليها اللي بيحاولوا يقولوها لحضراتكم ان هم لقوا حفرات مراحل بسيطة، هي ده، هي دي سنة وفي الاخر تتضح ان هي سنه خنزير، عظمه ريب، عظمه اللي هي ضلع، وفي الاخر تطلع بتاع الدرفيل، مش عارف جزء صغير من جمجمه ويطلع جزء من جمجمه حمار مش بهرج. هقدمهم لكم واحده ورا الثانيه، قصه ورا الثانيه. الراجل بيستغرب ويقول هما ايه اللي بيعملوه ده؟ ايه الاساطير المسيطره على عقلهم دي؟ بيقول لو اسلوبهم ده صح يلاقي درس يرسم منه كائن مرحله بسيطه. لو ده اسلوب صح في العلم، الراجل بينتقد وبيقول لكان علماء الانسانيات، لو كان هو ده الاسلوب الصح بتاع علماء الانسانيات، كان في المقابل بتاعه جعلوا الاف بي اي المحققين الامريكيين دول يبدو كما لو كانوا اطفال كشافه. انتوا عارفين لما اللي هم بتوع علماء، ادي نص كلامه، ادي المرجع للي يحب يتاكد. هو بيشرح اللي بيقول لكم ايه اللي بيعملوه من خيال، ان يلاقي سنه او جزء من عظمه صغيره فيرسم لك مرحله خياليه كامله ما بين انسان وقرد، وهقدم امثله عليها كتير قوي لان ده اغلب الحفريات اللي بيقدموها رغم ان ده خيال واساطير مش علم حقيقي. بيقارنوا اللي بيعملوه علماء التطور وقارنوا اللي بيعملوه المحققين الشرعيين والاف بي اي، اللي علشان لما يلاقي جزء من هيكل إنسان مقتول ولا جزء من جمجمة، شوف الأطباء الشرعيين مدققين إزاي قوي. لو كانوا الأطباء الشرعيين بيتبعوا نفس منهج علماء التطور وعلماء الحفريات لكانت القضايا الجنائية خربت تماما. لو كان يقدر يلاقي درس فيتخيل من الدرس ده إن ده إنسان واتقتل إزاي ولا اتخنق إزاي ولا مش عارف إيه، ده كانوا خربوا الدنيا في القضايا المحاكم. واحد تاني بالإضافة لكل اللي قلته لكم، ولا كفاية عليكم كده أنا طولت، خليني عشان تعديت ويبقى في فترة للأسئلة، خليني أقف عند المقدار ده، بس لسه عندي كتير قوي من قرارات العلماء هقدمها لكم الأجزاء الجاية، إنه إزاي مفيش حاجة اسمها حفريات مراحل وسيطة لتطور الإنسان، واللي بيضحك على العوام خيال خيال. لسه كتير قوي رغم ان يعني بقدم لكم امثلة. اكتفي بالقدر ده واكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله وعشنا في الموضوع.